وياك حصير. الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي لا خيلك، معقول كل هذا بتهيأ لي؟ مين انتو؟ مين انتو؟ وشو بدكم مني؟ هذا البيت اخذناه ولازم تطلع منه. ايه بس هاد بيتي، لوين بدي اروح يعني؟ هاي مشكلتك، البيت صار انا. اذا ما حذرتو ما رح اطلع من هلا وشو ما عملتو. يخرب بيتك، شلون هيك؟ إذا ما تركت البيت رح نخليك تموت هون، فهمت؟ لا ما فهمت، انتو طلعوا من البيت، هذا بيتي، شلون بدي اطلع منه؟ يا حيوان عم تتحدانا؟ ايه عم بتحداكن، دير شو مش لتعملو؟ يا ربي شو الأشكال هاي؟ شو الموديلات؟ بس لازم ما أخاف منهم، اللي إيمانه بالله قوي ما بخاف من شي. رح ندفنك هون وناكل من لحمك. بدكم تدفنوني هون وبتاكلوا من لحمي؟ ايش انتو كليب يعني؟
خلوها تتحرك. وين اختفت هاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما رح اطلع، ما رح اطلع. انتوا روحوا انقلعوا، هذا بيتي. لا تحكي كثير، بعد ساعة رح تموت. ايه خليني اموت، اساسا انا ما بخاف من الموت. لا تحاول تستفزني مشان ما اقطع راسك. ديخ راسي. روحوا لي، روحي انقلعي ساوي لي ارجيلة بسرعة. مالي خدامي عندك، قوم انت ساوي. العادي انت طاول بطاطا. ليش قاعد تسمعي كلمة وليك حيواني؟ روحي رقد. انا هيك خلاص احسن ما اجيب لك ابوي. ايه جيبي ابوكي، حساس خايف منه انا. ما ماشي انا بفرجيك. انا اجيب ابوك. جيت اقولك حصير، ليش هيك عم تحكي مع بنتي ولاك؟ ايش رايك اجي اقلع عينك؟ ليش انت فيك حيل تتحرك حتى تجي تقلع عيوني؟ انت واحد حيوان بلا احساس. وليش بلا احساس؟ انا شو عملت لك؟ ليش ما عم بتخاف مننا؟ ليش؟ لاني ايماني بالله قوي وبعرف ما بتحسنوا تقربوا علي ولا تأذوني. خلوكن عم تطلعوا تختفوا، خلوكن اشوف، يا انا بدي اجننكن يا انتو بتجننوني. ضعيفة معي، بجوز احتاجها. احسن شي هو محط اكل. ولي شو عملت انا؟ ولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كابوس.